اهلا وسهلا بيكم. هنتكلم في الفيديو دوت عن الحشر في الدوبلكس. طبعا المكنه عموما قايمه على مجموعه سنسور او حساسات، مجرد ان الورقه بتقف ناحيه الحساس فبتحس بيها فبتدينا علامه الحشر. طب السؤال التاني، هل علامه الحشر مقتصره بس على وقوف الورقه على الحساس؟ لا طبعا، احيانا السنسور بيبقى فيه مشكلة او مكسور او مش مظبوط فبيدينا علامة الحشر على الرغم من عدم وجود الورقة. الطلب مني من ابو حسام اني عنده مشكلة وهو بيعمل وش وظهر السنسور اللي من فوق ده اللي هنا في مشكلة، فطبعا مسبب له مشكلة حشر. بس تيجي نتعرف الاول على الحساسات اللي موجودة في الدوبليكس. طبعا هنا هو ده عندنا، ده الجزء، ادي الباب بنفتحه كده، في عندنا ده اللي مقصود بالسنسور ده، في واحد تحت. طبعا مجرد ان الورقة تقف على الاجزاء دي ده بتدينا حشر، بس ما بنيجي فوق كده هو في مجرد بتاع بلاستيكية سودة بتبقى مربوطة باربع مسامير. انا فكاها اختصارا للوقت، مجرد ان احنا بنفك الاربع مسامير دي وبنطلعها كده زي ما انتوا شايفين. هحاول اوضح شوية، في هنا هوت، في هنا السنسور ده، السنسور دوت قايم على سوستة معينة باتجاه معين، لو هي مش مظبوطة طبعا بتدينا علامة الحشر، وطبعا ما بنقدرش نشتغل بالمكنة. طب بنفكها ازاي؟ بنيجي على الجزء ده اللي انتوا شايفينه، هي اهو السنسور. احنا زي ما قلنا، ثواني بس عشان انا بصور بالموبايل فاعذروني شوية ان الاضاءة بتهتز مني. اهو ننزل كده من تحت بنلاقي الشوكة دي، مسمار هنا ومسمار هنا، بنفكهم. انا هفك المسمارين اللي على اليمين هنا واللي على الشمال وارجع لكم تاني. كده انا فكيت الشوكة او الجزء العلوي اللي من فوقيها ديت، اديتنا هنا هو الحساس بين كله، بين هنا اهو زي ما انتوا شايفين قايم على سوستة، اهي اهي السوستة ودي الجزء بتاع الحساس. طب نفكه ازاي؟ بنلاقي جيك صغير اهو، بنفكه عشان نتأكد ان السنسور عندنا ما فيهوش كسر او حاجة، احنا بس هنخرجه ونشوفه. بنفك المسمار ده، واحاول اشد بالراحة طبعا الجزء ده. لا، في مسمار تاني، معلش اعذروني انا ماسكه اصلا الموبايل مش متحكمه قوي. كده في مسمارين مش مسمار واحد، وبنلاقيه طلع معانا بمنتهى السهوله. طيب انا يعني هسنده ونشوف نعرف العطل منه ازاي. زي ما انتوا شايفين ادي عبارة، ادي السنسور العلوي، في سوستة اهي، لازم الطريقة، لازم السوستة دي تبقى متوصلة بنفس الطريقة عشان لو احنا حشنا دي مثلا الجزء ده زي ما انتوا شايفين مش هترد معانا، الجزء السنسور مش هيرد معانا. فما تيجي تصور هيبان علامة الحشر. فأحيانا السنسور ما بيبقاش مكسور بس السوستة دي هي اللي فيها مشكلة، فلازم ادي تدخلها. انا هحاول افكها خالص عشان اقول لكم طريقتها ازاي. اهي انا فكيتها، في جزء عندنا من جوه خالص، لازم هجيب بس المفكة او حاجة، وده اللي لقيته قصادي دلوقتي. بنحط الجزء اللي من جوه، هنلاقي فيه بلاستيكة سودة اهي، بندخل فيها السوستة. انا معرفش
ظهر قصادكم ولا لأ، اهي الجزء ده، وبنحط الجزء التاني من السوستة في الجزء ده، فبنلاقيها ردت معانا. وبنرجع كل حاجة زي ما كانت، زي ما وريت لكم الطريقة في الفك بنشوفها برضو في التركيب. يا رب تكون المعلومة فادتك يا أبو حسام، وما تنساش اللايك بقى لو عجبتك أو عرفت تحل المشكلة، ومستنية تعليقاتكم. مع السلامة.